اهي اهو يا كابتن اللقطه اهي. دي لقطه الكابتن محمود الخطيب. يعني اكيد في زعل طبعا واضح جدا جدا و دي اللقطه بيقول لهم يعني بما معناه الصوره تكفي، الصوره يعني مش عايزه تعبير. مش هقدر ان انا اتكلم. بس هو الكابتن محمود الخطيب كانه بيقول لهم يعني. دي اجواء حد يلعب فيها كوره. بالظبط. ده حتى النهارده ده انت شفت ليفربول وريال مدريد بنضرب بيه المثل، ملعب نص جماهير هنا ونص جماهير هنا، اما انت هنا ملعب متقفل لكل الجماهير، والنهارده انت رايح على مجلس اداره حين الصبح علشان يحاربوا على المكان اللي انت واخده. صحيح. بالخناق، مجلس الاداره داخل الملعب بيمنعوهم الامن. لا لا هات لي الصوره مره ثانيه عشان الصوره دي كمان. ده خلي بالك احنا بنتكلم وانت بطل افريقيا سنتين. صحيح. بس الظلم اللي واقع عليك السنه دي يعني حاجه كبيره قوي. لا هات لي الصوره بتاعت الجماعه بتوع المؤامرات الافريقيه. ده اكبر الصوره اللي قبلها. ده اكبر واحد يعني ايه؟ اهو الصوره دي. الصوره دي معناها ايه يا كابتن اسامه؟ معناها خلاص بقى عدت يعني بص. احنا كنا عايزين انا احلل لك الموقف. يعني احنا كنا عايزين انا احلل لك الموقف بالنسبه لمتسبي رئيس الاتحاد الافريقي. كنا في عصر فساد احمد اختلاسات ماديه وكل الكلام ده كله. فجابوا راجل نزيه ماديا متسبي لكن جاهل بكل اللوائح وكل حاجه، بيسلم للاتحاد الافريقي لفوز لجنه، فهو ده لا يقل فساد عن اللي كان قبله بالظبط. طبعا ما هو ده فشل في الاداره يا كابتن اسامه، ده فشل اداري، انت بتتكلم عن حاجه اسوء. فاهم؟ حتى في الفيديو اللي كان عايز يكلم متسبي يكلم كابتن خطيب قال له لا انت ما تكلمنيش كرئيس نادي. انت ما تكلمنيش كمحمود خطيب. انت بعت لي زي ما انا بعت لك. كنادي بعت لي انت كاتحاد افريقي وخاطبني. ايوه صح صح. طيب كابتن هنا فوزي بعد المباراه مباشره يا كابتن اسامه هو وكابتن علاء بعد المباراه مباشره لما نزل من فوق وطبعا بيهني بس هو عايز اقول لك حاجه في اللقطه دي قال له ايه؟ يعني بما معناه يعني انا عملت اللي عليا. يعني فاهم؟ انا عملت اللي عليا وانت خلاص الحمد لله رب العالمين هيأت لي كل حاجه وانا كسبت الماتش خلاص. فيعني للاسف يعني انت عارف اللقطه دي انا شفتها فين؟ اللقطه دي شفتها انا فين؟ شفتها في 2019 نهائي الكونفدراليه الزمالك وفرقه المغرب. كان مين فرقه المغرب وقتها؟ في 2019 2019 لما الزمالك فاز بالكونفدراليه نقطه بركان. شفت اللقطه دي بس كانت معكوسه بقى مش فوزي لكجع. شفت الكابتن هاني بوريده وهو واقف على منصه التتويج بتاعت نادي الزمالك. دي وقتها شفتها. اما مع النادي الاهلي ما شفتش اي لقطات خالص صراحه.